رحبوا معايا بضيفتي اللي منوره استوديو ذا ليدي النهارده، الكاتبه العظيمه هدى سالم. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. بصي، دي من احلى حلقات حياتي. ربنا يخليك. لان انا بحب الكتابه قوي. انا لسه كنت قايله كده قبل ما حضرتك تنوريني، فحضرتك من الناس اللي قدوتي في الكتابه. بحب اقرا لك قوي، بحسك بتقولي حاجات جوانا جوه جوه جوانا اللي هو ما نبقاش عارفين نفنطها بكلام. يعني عارفه الاحاسيس اللي هو كلنا بنسرسر كثيرا بس ما بحدش بيعرف يوصف احساسه كما يجب، لكن اللي يقرا لك لا بيعرف يفنط فعلا هو حاسس بايه. ولما اعرف افنط انا حاسس بايه فبعرف مشكلتي فين، فابدا ادور لها على حل. فحضرتك عظيمه وجميله، نوراني، وانا مبسوطه قوي معاكي ومبسوطه للجمهور ان هم هيستفيدوا من خبراتك النهارده. ميرسي ليكي والله. يعني انا شرف عظيم ان انا اكون قاعده قدامك بغض النظر بقى عن اي حاجه تانية. تسلمي لي. انت انسانه راقيه وانسانه ناجحه وجميله قلبا وقالبا. تسلمي لي. انا اللي اسعد. بنتعلم منك، بنتعلم منك فعلا. أنا. يعني بصي، انا ليا الشرف ان انا اقول كده. انا اول مره اقول في حياتي لحد الكلام ده، بس هو ده الواقع وهي دي الحقيقه. فعلا انت ماي ايدل في الكتاب. حبيبتي. طيب احنا كنا في الانترو بنتكلم عن الخيانه. تمام. وقلنا ان من اسباب الخيانه الست سبب جوهري، وان السيده احنا كائن هرموني، مش هقول متخلف، ولكن ما عندناش نمط مستقيم في تفكيرنا، ما عندناش يمكن مبادئ ثابته او قواعد ثابته فكريه. فحاجات كتير بتتحكم، فترات معينه في الشهر بتتحكم فيا، شويه ازمات انا بتعامل معاها بالعاطفه ما بتعاملش معاها بالعقل، او ما بتعاملش معاها من وجهه نظر المنطق الصح. في بنات كتير ما بترضاش تسمع للكبير، في بنات كتير ما بترضاش تتعلم، كله ماشي في اتجاه معين، وفي الاخر بنوصل لبقره اللي بيها انا بقى قدامي مثال فاشل. بيوت كتير بقى فيها انفصال معلق، الانفصال الروحي، الناس مش مبسوطه. بس خلينا نتكلم مثلا عن اول سبب، ايه المشاكل اللي بتمر بيها البنت في حياتها بتسيب لها اثر نفسي على المدى البعيد تخلي حياتها تبوظ. طيب بدايه كده احنا ينقصنا ثقافه التقبل. مفيش حد عاجبه حاله. تنقصنا ثقافه الرضا. الانسان لما يقف قدام المرايه قدام نفسه كده بيشوف كده في اي ديفو في جسمه، يعني لا انا محتاجه اروح الجيم، الحته دي بارزه، بطني مش عارفه عامله ازاي. يروح الجيم ويظبط جسمه جدا ويبقى مهندم جدا. وشيك جدا، لا انا لازم البس بقى براند واعمل واعمل واعمل، انا لازم ابقى شخص ملفت. ومن جواه اساسا هو انسان مش راضي عن نفسه. فيبتدي بقى هو ايه يجري ورا بقى ايه المظهر. حلو قوي، انت ظبطت نفسك من بره قوي، طب انت من جوه انت عامل ازاي؟ انت راضي؟ لا مش راضي، بس انا مش مرتاح، انا لبست الساعه الغاليه الفلانيه، ولبست الشوز الفلانيه، ورحت اغلى محلات اللي بيجيبوا منهم الناس المشاهير. طب انا وانا ليه ما زلت لحد دلوقتي انا مش راضي مش مرتاح؟ والله انت نفسك محتاجه هندمه، انت محتاج من جوه ترتب الفوضى، انت رتبت من بره ونسيت ان انت من جواك لازم يبقى فيه تنميه نفسيه جواك الاول. يعني احنا في يناير 2021 تبقى حمار قوي لو قعدت لواحد 2022 تلاقي نفسك انت بنفس المكان في الكورنر. لا غلط، انا لازم اطور من نفسي. طب بداية كده هي مش موضوع الخيانة بس، يا هبة، خيانة، خيبة، خذلان، انكسار بفعل الآخرين بيرجع السبب لينا احنا، انت اللي بتعمل في نفسك كده. هي مش فترات بتخلي المرأة أو الأنثى عموما فترة في حياتها بتجعلها في عنق الزجاجة، لا احنا 24 ساعة في عنق الزجاجة. ينقصنا الرضا والتقبل والتأقلم. عشان كده لما تلاقي بني آدم راضي لازم تحسديه. انت راضي ازاي بالوضع اللي انت؟ ما تحسدش بقى اللي معاه العربيه الفلانيه والكام ستوري اللي هو عملها والبحر اللي واقعد عليه ومعاه البنات وبصوا عايش حياته. انت ما تعلمش بيه عامل ازاي، ان هو الانسان ده من جواه مشروخ مش متقبل نفسه، مش راضي. انت ذات نفسك انت مش راضي. ينقصنا التاقلم الرضا. عايزه اسال سؤال. اتفضلي. ليه كلنا جوانا المعلومه دي؟ يعني سالنا اي حد سألنا السؤال ده هيقولك اه مظبوط. كلنا عارفين ان محدش بيجي الدنيا والدنيا بتسيبه في حاله. اكيد كلنا بنمر بازمات ومشاكل وحاجات بتعمل جوانا شروخ زي ما حضرتك قلتي. ليه ليه الدنيا مش سايبانا في حالنا؟ يعني ليه كل واحد عنده مشاكل من انواع مختلفه؟ نقطه جميله اللي حضرتك قلتيها، موضوع ان انا اشوف حد مبسوط قوي فاحسده،
لا، لو عايزه ابقى زيه اشيل شيلته كلها. بالظبط كده، بمره بحلو بالظبط، لكن كده. اخد الحلو بس، ما حدش بيعيش حلو. فده خلاني اتطرق ان انا اسال حضرتك ليه احنا عندنا مر في حياتنا، يعني ليه بنيجي الدنيا نتعذب او يبقى عندنا مشاكل، ايه هي اسبابها ونخرج منها ازاي؟ اقول لك اول حاجه كده، بس انا مش هتكلم بقى في الدين واي حاجه طبعا. طبيا ونفسيا اثبتوا في دول العالم ان الانسان علاقته بربنا طول ما هي هشه الانسان ده منهار. في دلوقتي لو حسيتي يا هبه وبصيتي حواليكي قوي هتلاقي ان في كم من الفواحش والفساد والتغيرات النفسيه والناس بقت ليه ما بنرحمش بعض، مش متقبلين بعض ليه، التنمر اللي بقى موجود بشكل فظيع جدا. انسان يخاف يقول لبني ادم مثلا انت شكلك حلو، انت مظهرك النهارده يجنن، انا بحب شخصيتك جدا، احنا بنخاف نقول الكلمه الحلوه فنقول ايه اللي انت عامله في نفسك ده، ايه ده، هو هي فاكره نفسها ما اعرفش ايه، دي مصيبه. طيب البدايه خالص البيت، احنا عندنا خراب اسري وخراب نفسي وخراب اجتماعي. الخراب النفسي بيحصل من ايه؟ البيت اللي انت تربيتي فيه، الاب بقاش عارف يحضن ابنه، ارجعي لتاريخه هتلاقيه ما كانش بيتحضن كتير، مش شبعان، مش شبعان. البنت الام ما بتعملش كده وتديها بوسه خطف كده في اليوم واحده، فشويه حنان ناقصها، فبترجع للعالم الخارجي. واحنا في مصيبه سودا اسمها السوشيال ميديا، بقى عالم مش التواصل الاجتماعي ولكن الطلاق الاجتماعي. ايوه، احنا في تفرقه جامده جدا، بطلنا نتكلم مع بعض، احنا عايشين تحت سقف واحد اوريدي، لكن كل بني ادم في بلد، بتكلمي حد من كوريا الشماليه وانا بتكلم مع حد من امريكا واختي جوه بتكلم مش عارفه مين في اسبانيا. مظبوط، بعاد عن بعض، بيقعدوا مع بعض امتى؟ ما النور يقطع. ايوه. تلاقي بوستات كتيره قوي، والله انا عيلتي طلعت جميله قوي، ناس فني جدا ودمهم زي العسل، انا ما كنتش بقعد مع الناس دي ازاي؟ فهي موضوع التباعد. مفيش، ما بقناش معشقين زي بعض كده في بعض، ما بقاش في حوار. عشان كده لما كانت بتجيلي مشكله نفسيه او اي نوع من انواع المشاكل بقول له انت بتتكلم مع مين؟ او انت بتتكلم مع مين؟ فتقول لي ما فيش حد بتكلم معاه. طيب مامتك مين سرك؟ مين بتدي سرك لمين؟ والله ما في حد. يعني احتضان الاسره. الاحتضان ده مفتقدينه جدا في بيوتنا، الدفء، الدفء يا هبه ما بقاش موجود. صح. بين اي اتنين زوجين حتى. ونسبه الانفصال اللي حاصله كتيره جدا، مش الانفصال الرسمي بس، انفصال روحاني زي ما انت ذكرتي دلوقتي. صح. احنا بعاد عن بعض قوي، احنا ما نعرفش حاجه عن بعض قوي. صح. في بوست كنت كاتباه قبل كده في حته ان انا ايه؟ مشكله بنواجهها هذا العصر وفي كل زمان، كلمه مش حاسه بيا، دي دايما في المشاكل لما بتجيني مشاكل الشخصيه، اصلها مش حاسه بيا، وهي تقول اصله مش حاسس بيا. طب انت جربتي تحسي؟ ما هو انا بشر. صح. ما انت كمان لازم، هو كمان انسان. مشكله كبيره قوي ان في اتنين مثلا كابل ما فيش ما بينهم لغه حوار، هو ما بيتكلمش وهي ما بتعبرش، مع ان الكلمه تحيي وتميت. احنا شايفين بعض من بره. ايوه. محدش جرب يشوف التاني من جوه. صح. متقبل عيوبه، متقبل شخصيته، تصرفاته، غضبه، ردود افعاله. لما انت بتعمل اي غلطه ردود افعاله عامله ازاي؟ عشان كده كان في بوست عامل ضجه على السوشيال ميديا كنت كاتباه، والاستاذه رضوى الشربيني كانت طلعته قبل كده، فرق كبير بين الشخص اللي بيحبك واللي بيمثل عليك الحب. ايوه. اللي بيحبك بيجتهد جدا في الحفاظ عليك، اللي ما بيحبكش مش عايز يجتهد لانه اساسا مش عايزك في حياته بشكل حقيقي وحاسم وحازم. هو مش حاسم الامر معاك ولا حاسم الامر مع نفسه. دي المشكله. بيتسلى يعني ولا مش عارف هو عاوز ايه؟ بيتسلى في شخص، هقول لك بقى في ثلاث انواع من الناس كده بنقابلهم في حياتنا. مؤخرا اكتشفت الموضوع ده. ايوه. في شخص ثعباني جدا. إيه؟ شخص ثعلبي جدا. اكتشفي بقى معايا الشخصيه الثالثه. ايه بقى؟ الثعباني والثعلبي. هقول لك الاول، هقول لك الثعباني والثعلبي ده بني ادم عامل كده زي الاناكوندا كده، ده يعني بصي ذكي جدا. دحلاب. مش موضوع دحلاب بس، هو الثعبان معروف بانه ملك الاغواء والاغراء في الابراج السنيه كمان. اغواء واغراء. هادي وساكت وبيستنى جدا 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 لحد ما يلتف بكامل جسمه على الشخص ده وبعدين يفترس.
نسيت اقول لك رقم واحد اول حاجه، وده اخطر حاجه، وجميع العلاقات دلوقتي بتضيع بسبب شخص الفامباير. ها، فامباير العاطفه، بني ادم قاعد 24 ساعه بيمتص طاقه التاني. انواعهم ايه بقى؟ في نرجسي، في ملك الدراما، في شخص صرصار، في اللي عامل نفسه بريء طول الوقت، وفي الناقد طول الوقت. فامباير هو ده. نبتدي بالناقد ولا نبتدي بالنرجس؟ الناقد ده مش عاجبه اي حاجه في الدنيا. ايوه خالص والله. لو انت جايبه له تورته تحفه من اعلى مكان في الدنيا، هيجي يقول لك بس عارفه لو الشوكليت كانت اغمق شويه من الشوكليت اللي في خيالي كانت بقت احلى. انا بقول لك ابسط الانواع، دايما شايفك غير متكامله. في مثل كده بيبقى عشان ما بيعجبوش العجب ولا حاجه بتعجبه، هو ذات نفسه مش عاجب نفسه. ده أسوأ انواع الاشخاص الفامباير، دايما بيمتص الطاقه اللي قدامه بانه دايما بينتقد. فتلاقي الشخص الثاني طول الليل بيتقلى كده، عارفه زي قاعد بيتقلى في الزيت. انا قاعد طب هو انا طب انا كان ممكن اعمل كذا، طب انا اعمل ايه؟ يعني مثلا لو هنعملها مثلا كمثال بين واحده وخطيبها، هو شخص مثلا فامباير، بلاش خلينا في الثعباني والثعلبي ده شويه. انا بكلمك دلوقتي فريش عن معلومه حاصله في هذا الوقت، ان احنا بنمر بثلاث انواع من اصعب الشخصيات، الثعلبي والثعباني والفامباير. طب الفامباير ده علاقات عاطفيه بس؟ لا، ده طول الوقت انت ممكن تجي لك واحده ثرثاره فامباير، تقعد اليوم كله تتكلم معاكي عن نفسها، تنسي في الاخر الاكل اتحرق، انا كان في مكالمه لازم اعملها لبابايا ما عملتهاش، خلاص بتلاقي نفسك في اخر اليوم طاقتك مفيش مفيش خالص. الناقد ده بقى اكتر انسان معذب، معذب اللي قدامه، لان مفيش حاجه بترضيه. مين بيكون شخصياتهم؟ يعني يعني بحس ان السيئين مش حاسين ان هم سيئين طول الوقت، كانوا بياخدوا من هم اطفال. هتلاقيهم لو رجعت لتاريخهم يعني الطفولي، هتلاقي دايما 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 كل ما حاجه بتتكسر بنجيب له لعبه جديده. غلط في شخص، لا هنقول لك مثلا بنشكل طفل وعنده 3 4 سنين. يعني نقدر نحل الموضوع ده بان الاهالي، انت مش مجبر تتجوز، مش مجبر تخلف، بس لو خلفت مجبر ربي. تربي ربي، التربيه اجباري بالظبط كده. احنا برضو بنناشد كل اولياء الامور، اي ناس بتتجوز لازم تاخدوا حملات توعيه، لازم تاخدوا كورسات في تربيه الاولاد عشان ما نبقاش عندنا جيل مشوه نفسيا. هقول لك على حاجه، هنضحك على بعض؟ لا. دلوقتي واحده ست ممكن مثلا وانت بتقولي لها خدي كورس تربيه، هتقول لك انا فاضيه للكلام الفارغ ده، ده انا بقوم اعمل اسلق البيضتين واعمل شويه جبنه وزيتون بالعافيه. كورسات مين؟ سيبيهم الدنيا تربيهم، ودي الكارثه. محدش عنده الاستعداد النفسي انه يطور من بيته. عارفه انت يعني هو ديننا قال لنا ذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. المفروض ان احنا فعلا محتاجين حملات شخصيه زي شخصيتك كده جميله، وانت بتتكلمي فيه يبقى في الف غيرك برضه معاكي، ما تبقيش لوحدك، اللي هو يا جماعه ربوا ولادكم. يعني هقول لك مثال بسيط، في امهات كتير والحقيقه ان هم امهات ناضجه وعاقلين يعني وذو مكانه كبيره في المجتمع. انا ابني ما بيغلطش، ده كتير. انا ابني العيبه ما طلعش من بقه، طب حصل كذا، لا ما حصلش، طب اسالي الاول، طب استكشفي الاول. على فكره بتتكلمي في جرثومه دلوقتي بقت موجوده في كل البيوت. اذا ما كنت يعني الا من رحم ربي 90% من الامهات دلوقتي بقت دايما الكلمه دي في بقها زي اللي بيت. ابني ما بيغلطش، انا عارفه مربياه كويس قوي. انا عارفه انا مربياه ازاي. طب اقعدي بقى تناقشي مع ابنك وشوفي الحقيقه، هتلاقيه كذاب. انت بس مش ربيتي في حته ان انت بتحرضيه ان هو يسيء لنفسه ولغيره وللمجتمع، لا ده انت عملتي منه شخصيه جبروت. طيب انواع النساء او البنات في البيوت، البنت بتفضل طفله وبتفضل اهلها يدلعوها الى ان تبقى انسه، وبعدين تبدا تمر بفتره المراهقه، فتره المراهقه دي بتبدا تكون بقى شخصيتها، يا اخده حب من جوه مش لاقياه هروح ادور عليه بره، هنا تكمن المصيبة، نبدأ كلنا نحل ونتكلم ونعمل كده. طيب البنت ايه اللي تعمله عشان لما تكون ظروف حياتها سيئة ما تقعش في مشكلة، يعني ما تدخلش نفسها في حاجة غلط او تعالج المشكلة بمشكلة؟ ايه الخطوات اللي تمشي عليها البنات اللي عندها ازمات نفسية في حياتها اصلا؟ في المراهقة ولا ما بعد المراهقة؟ لا اثناء المراهقة. اثناء المراهقة هقول لك على حاجة، رقم واحد الدور اللي حواليها الاول. بصراحة يعني انا لو اللي حواليا، انا شخصيا مثلا شخصيه ضعيفه، انا محتاج اللي يقويني، فاول حاجه انا محتاج الثقه بالنفس. طب ما الاخرين مش عارفين يمنحوها لي ولا يساعدوني في ده. انا محتاجه والدي يقول لي شابو انت في الموقف الفلاني انت كنت اتصرفتي بطريقه حلوه جدا.
التربية الإيجابية وتكافئ على ده، بنتك تتكافئ على ده. الأم طول الوقت النقد بيربي إنسان ضعيف وسهل الانقياد. يعني أنا لما ثقافة الثواب والعقاب اللي تربينا عليها هبة، ان انت لو عملت الحاجه الحلوه تاخد الحاجه الحلوه، عملت الحاجه الوحشه انت تتعقب وتتحبس لوحدك وتتحرم من الحاجه اللي بتحبها. طيب انا دلوقتي كطفله مراهقه، نحسب مثلا من عمر 14 سنه لحد ما تكبري، انت محتاجه ايه؟ انت محتاجه تنمي مهارات جواكي، تنميه مهارات. انا بحب ايه من دلوقتي؟ من دلوقتي انا مش هكلمك بقى دور الام، انا بكلمك دورها هي. ده لو البيت طبيعي، البيت في حالة سلام استقرار أسري بالظبط كده، لو في حالة سلام واستقرار أسري، أب بيحترم مراته، ست الأم لها احترامها، مفيش أغلاط، مفيش صوت عالي، مفيش، بيت عادي جدا، بيت مصري. أنا كطفلة أو كسيدة أو كأنسة مراهقة أول حاجة بنمي مهاراتي. أنا شوف أنا بحب إيه، هواياتي كده يعني، وميولي وطموحاتي وأهدافي. يعني أنا لما جالي حد، أنا لسه بالمناسبة عاملة مكتب الحمد لله، ابتديت في إن أنا أجهز مكتب. مبروك، الله يبارك فيكي. لأن كتير قوي بيجوني في حفلات التوقيع، طبعا ده غير المسجات الكتير اللي بتيجي على البيج. عايزة أقعد معاكي، يعني أنا عندي مشكلة، فكنت بقابل كلنا عايزين نقعد معاكي الإنسان كنت بقابل الراجل وزوجته في كافيه في مكان، لا يا دكتور بقى شوفي لنا عيادة، إحنا مش عايزين مرة واحدة. أيوه مش عايزاكي تنزلي لنا من بيتك مخصوص، إحنا عايزين متابعات متابعة نقعد نفضفض معاكي. فعملت الموضوع ده. على فكره ده ضروري، معلش هتوقف عند النقطه دي. اتفضل. ضروري ان كل اسره فيكي يا مصر لازم يبقى ليهم تعامل مع دكتور نفسي، لازم يبقى في حد انا برجع له، حد انا بستشيره، حد اصبر ما خربهاش. بصي انا مش دكتور، في التليفون. انا مش طبيبه بشريه. انا كاتبه مصريه حاصله على دبلومه في الارشاد الاسري والارشاد النفسي العام، وحاليا باخد ميني ماستر في العلم النفسي المتكامل. تمام. عشان بس يعني ايه، مش دكتوره بشريه. أيوة. وانا باحثه جيده في علم النفس وكاتبه ولي اعمالي الادبيه. احنا لو بنتكلم باللغه الدارجه كل واحد في حته دكتور، تثق فيه، تثق فيه. حد يطبطب عليك كويس، حد تعرف تفضفض وانت عارف انك رايح ترمي سرك في بير. فلما جالي حد بيتكلم عن مشكله وقال لي كذا مشكله نفسيه عنده، بص فيه هوم ورك لازم تعمله. ايه هو الورقه دي؟ هتكتب لي فيها انت عايز ايه من الدنيا، اهدافك ايه في الحياه. فاول حاجه انا بحدد اهدافي، انا عايش ازاي. عشان كده بقول لك انا لو في شهر 6 سنة 2020 غير تفرق الساعة 6 2021. صح. انت لازم في حالة تطور دائم، مش على مجال العملي، لازم مجال نسخة جديدة. بالظبط. الناحية النفسية مهمة جدا، عشان كده ما كنت ذكرت في كتاب ما بعد الصدمة ان الامراض النفسية هي الاشد خطورة مش الامراض العضوية. بدليل ان في ناس كتير عندهم كانسر وهم اكتر ناس عندهم كم من البهجة في الحياة. صح. يفتحوا النفس على الدنيا من كتر ما انت تتكلمي معاهم. صح. وفي ناس تانية يجي لها شوية برد، يا ساتر يا رب اقعدي بس معاهم دقيقة. البرد اللي بيجي لي ما بيجيش لحد خالص في الدنيا، ازاي ده انا بيجي لي صداع وبيجي لي بجسمي اعمل ايه في العصبية؟ بنت العصبية. انت بتتكلمي مع شخصية عصبية. اوكي. بنحاول دايما دايما على قد ما نقدر نتقبل الموقف واقول رد الفعل اللي هيحصل ده، انا دلوقتي كسرت الكوبايه لان انا منفعله جدا، فلما اجي اقعد مع نفسي طب انا ازاي عملت كده؟ انا ازاي عملت كده؟ انا ايه اللي حصل مني ده؟ هو الضغط النفسي. على فكره ما فيش شخص بيتولد عصبي. الضغط النفسي، اللود اللي عليكي. يعني انا بحمل حاجه فوق حاجه فوق في حاجه، في تراكمات، فهب مره واحده، في تراكمات. بالظبط. لما يبقى في اتنين مع بعض وفي علاقه حلوه جدا عاطفيه، فنعمل ايه بقى؟ يعني نطلع اول باول الحوار. الحوار فضفضه، ما لقيتش حد تتكلم معاه وانت شايف ان في ناس كتيره مش عارف تأتمن حد، ورقه وقلم وقعد، خد لي ساعه واحده كل يوم لوحدك. ساعه واحده كل يوم فضي كل الالام اللي جواك، اكتب كل حاجه وجعك. شوف حد بتثق فيه يستحمل منك مكالمات لحد الفجر، حد بتثق فيه. هتقولي ما لقيتش، استعين بحد بقى لايف كوتشنج تكون بتحبه وبتثق فيه وفي رجاحة عقله، اقعد اتكلم معاه. لازم يتواجد. طيب حد. يا بخت اللي يحبها راجل غيور ولا يا ويلها؟ هقول لك، اصل في غيره صحيه وغيره مرضيه. مش كل انواع الغيره. يعني انا ما ينفعش حد مثلا يعني انت معايا في علاقه حب جميله قوي، مش هينفع طول الوقت تقولي لا
ما ينفعش، اصل مش عارفه الفرق ما بين الغيره والتحكمات. لا، في واحد تاني يقول لك ايه، عارفه حبيبتي لو قللتي الايلاينر شويه من على عينيكي سنه بس هتجنني. همسحه؟ هقوم امسحه كله ومش هيهمني. تغسلي وشك اساسا. في واحد تاني عارفه الجيب الطويله عليكي والله تبقي مشكله، بتبقي كلام المتدرج بقى، لو انت بتبقي بطل عارفه انت، فبتبقي ايه، يا نهاري ده انا اروح البس نقاب. حد تاني جمله للامهات اللي بتقول يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات. المؤنسات الغاليات، هن المؤنسات الغاليات. يعني انا هقول لك موقف بسيط جدا، يعني هو يعني كمثال كده متداول كده، ان هو البنت لما جه زوجها وقالت ايه، قال لها بصي احنا مش عايزين نفتح لحد خالص اليوم ده خالص، ليله زفافنا، طب يعني بوالدي ومش عارفه ايه. فجه الولد الزوج قال انا مش هفتح لابويا وامي، فما فتحش الباب فمشي. فجت البنت عز عليها ان باباها على الباب وهي لسه عروسه، فجه قال يحب ان بعد كده رجل زوجته، فيقولها انا محتاج بنت لان هي دي اللي هتفتح لي الباب، صح، هي اللي مش هتقفل الباب في وشي. فهن احن الكائنات، صح، الرحمه في حد ذاتها، صح. فحته انت شايله الهم للممات دي صديقه واخت وصحبه وكل ورفيقه روح ليكي، هي اللي بتحس بيكي مش الولد، صح. ف كنت جايباي الروايات دي، انا جايبالك لا تغفر، ايوه، وكتاب ما بعد الصدمه، طيب، وكسر الخاطر. ميرسي، شرف مرسي عظيم جدا ان يبقى بين ايديكي. ميرسي ميرسي. الحقيقه يعني اقول لك ايه، بس انا قريتهم طبعا قبل كده، بس يعني ان هم اهداء منك ليا، ده انا الشرف عظيم فعلا. طيب احنا الكتابين دول احنا محتاجين نتكلم عليهم في حلقه لوحده، تمام؟ يعني رواياتك ما ينفعش تتعدى فقره ولا في جملتين ولا في اي حاجه، بس حقيقي فعلا لكل سيده لو قريتي كتب من دي او اي كتب نفسيه خاصه بالمشاكل الداخليه لدى المراه او اي حاجه تخليني اتقدم في الحياه، هي بالفعل مفيده وانت عملتي سبب وخير في نفسك. وثقافه، احنا محتاجين ثقافه. الانسان بيتقدم لما دماغه بتتغذى، بتنور، بالظبط، بتنور. والغذاء ده بيجي من القرايه والكتب والثقافه. الكاتبه العظيمه هدى سالم، انا كنت مبسوطه قوي انت معايا النهارده، الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه، مش عارفه ازاي الوقت عدى كده مره واحده. جدا انا قعدت قدامك. طيب يعني قولي لي بس، وعديني قدام الناس انك هتيجي تاني وهنتناقش ان شاء الله، اكيد، في حاجات تانيه كتير. شرف ليا قوي، انا اللي بشكرك وبشكر كل القائمين هنا ورا الكاميرا والله بجد. وسام كبير، وانا النهارده كاني خدت جائزه نوبل، ان انا قاعده قدامك. يا سلام، ده كان اسعد يوم في حياتي. تسلمي لي يا رب. ساده المشاهدين، لسه مكمله معاكم فقرات دليدي، اوعوا تروحوا في اي حته.